بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع سلسلة جديدة إن شاء الله تعالى من دروس الفقه، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بفقه الصيام. الصيام في اللغة يطلق على الإمساك. قال تعالى واصفاً ما قالته مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً، أي إمساكاً عن الكلام. والإمساك معناه التوقف عن فعل ما اعتدت أن تفعله سابقاً. أما تعريف الصيام في الاصطلاح الشرعي هو أن نمسك عن كل المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع استحضار نية الصيام. أما فضل هذه العبادة، فضل الصيام، فقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، نستعرض بعضها إن شاء الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن في هذا الحديث لدينا النقاط التالية: أخفى الله جزاء الصيام، وإذا كان الذي يخفي عظيم فلا بد أن الجزاء عظيم. الأمر الثاني: الصيام جنة، يعني حفظ ومانع من ارتكاب المعاصي والسعي وراء شهوات النفس المادية. لذلك يسن في الصيام ألا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، أي ألا يأتي بفاحش القول، ولا يرفع من صوته، ولا يسفه على أحد. يرتقي الإنسان ويسمو بسلوكه وخلقه، لأن الصيام مدرسة نتعلم منها ما نعيش في حياتنا بعد رمضان إلى رمضان القادم وهكذا. أيضا خلوف فم الصائم الذي هو قبيح وسيء، ولكن في ميزان الله، لأنك كنت في هذه الحالة نتيجة للطاعة والالتزام، فإن الله يقول: هذه الريح السيئة عند الناس عندي هي أطيب من ريح المسك. أيضا الصائم يفرح عند فطره، يعني في كل يوم صيام عندما يؤذن المغرب يفرح أنه أتم عبادة، أو عند العيد في يوم العيد يفرح أنه أتم صيام هذا الشهر لهذا العام، ويفرح يوم لقاء الله لما يفاجأ بالأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للصائمين. أيضا من فضائل الصيام أنه شفاعة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الصيام والشهوات بالنهار فشفعني به. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. إذن هذا من فضل الصيام، أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة أن يعفى عن ذنوبه وأن يرقى في جنته إن شاء الله تعالى. أيضا من فضائل الصيام أنه من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة.
فعن أبي أمامة قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، يعني لا شبيه لا مساوي. ثم أتيته الثانية فقلت ما قلته في الأولى، فقال: عليك بالصيام، عليك بالصيام. أيضا من فضائل الصيام أنه يباعد بين الصائم وبين جهنم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. الله أكبر، نسأل الله أن يباعد بيننا وبين النار 100 السنين والأميال، اللهم أمين. أيضا من فضائل الصيام أن الصائمين يدخلون الجنة من باب خاص فقط للصائمين. ففي الحديث عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. نسأل الله عز وجل أن يغمرنا رمضان وصيام رمضان بهذه الفضائل الكريمة، وأن تكون هذه المدرسة التربوية الإيمانية أن تكون دافعاً لكل مسلم ومسلمة أن يرتقي بأخلاقه وسلوكه وأن يرتقي بإيمانه إن شاء الله تعالى. نقف إلى هنا وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.